السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تفاصيل برنامج استعدادات المنتخب المغربي لمباراتين ليبيريا وبوركينا فاسو. مباراة يعني الناس وين بدا داروا برنامج تاعهم، داروا منا تلاقى وستاف تكنيك تلاقى مع الرئيس الاتحادية تاعهم، داروا يعني سطروا يعني كل شيء من اجل انجاح التربص والركراكي. مع الكرياكتو كيما هكا الركراكي كيكمل التربص يفوت على تيديال يحط البيلون تاعو التربص كيفاش داير كيفاش فات. هاو ماشي غير هاكا، حنا يعني بالك جبنا كوب دافريك مكاش المجلد كيفاش جبناها، خرجنا برومي تور مكاش علاش خرجنا برومي تور، روحنا مروحناش كوب دي موند مكاشي ونتحدى اي واحد كاين هذا الصوالح. بيلون راخك سمو بيلون فيلونسي كاين مكاش تاع المدرب ما يديرش يعني. تربصات نورمالمون كون تربص نتحدى اي واحد داير هذا التدين، بصح القوانين غادي يعاود يولو، كاين قوانين اللي غادي يعاود يولو خاطش علاه. كيما قال لك والي تصادي قال لهم انا ما عندي والو مع هذا المشرف، بصح اش داير لا العامل حاجه وحده اخرى، واه ما عنده والو بصح غادي يكون تكون قوه القانون كاينه، وتكون كاينه قوه القانون ما تكونش كاين كيما قال لك كراسايه كاش هادي يدخل كيما يدخلوا المدربين لاعطات تاعو يكون هنايا وكي يقولوا كي اقعد هنا روح هي اكتشو الناس كيفاش يتوجد، اكتشو كي تشوف الركراكي كيفاش يخدم ومع ستاف تكنيك تاعو يعني اعلى مستوى بروفيسيونيل كبيره احترافيه كبيره. هي مساعد مود غارديا تاع لي غارديا ما يخموش والله ما على بالهم كاع بلي كيما ناسيونال كاع هادي متالي كاع. وين يدخل المنتخب المغربي لكرة القدم معسكر تدريبي يوم 4 من شهر سبتمبر الجاد بمركز يعني المقبل بهذه الايامات من السبت وروح بمركب محمد السادس الدولي بمنطقة المعمورة من مدينة سالا، استعداد يعني لمواجهة ليبيريا المقررة يوم 9 من شهر المقبل على الملعب الكبير لمدينة أغادير لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا لأمم 2024. وذكرت المصادر الخاصة أن الطاقم الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة وليد الركراكي سطر 5 حصص تدريبية في مركب محمد السادس في الفترة ما بين 4 و8 من سبتمبر المقبل على أن تجري المجموعة التمارين الأخيرة قبل مباراة ليبيريا، وهو اليوم ذاته الذي سيسافر فيه الأسود الأطلس من مدينة سالا إلى أكادير لملاقاة ليبيريا يوم 9 سبتمبر. وتشد بعثة المنتخب المغربي في اليوم الموالي من مباراة يعني 10 سبتمبر المقبل الرحال صوب مدينة لونس الفرنسية على متن طائرة خاصة استعداد لمواجهة يعني بوركينا فاسو وديا يوم 12 من الشهر ذاته، إذ سيجري حصة إعدادية واحدة بفرنسا قبل أن يخوض المباراة التي تدخل ضمن استعدادات المنتخبين المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لأمم المقررة بالكوتيفوار مطلع العام المقبل. ويعقد الركراكي مؤتمر إعلامي يوم الخميس المقبل بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بداية من 11 صباحا بتوقيت المحلي للإعلان عن القائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة ليبيريا وبوركينا فاسو، وعلما أن المؤتمر الإعلامي كان مقرر عقده يوم الثلاثاء، غير أن المدير الفني المغربي قرر تأجيل لمنح يعني وقت إضافي للاتحاد المغربي لحسب في ملفات بعض اللاعبين مزدوجين الجنسية الذين قد تحضر أسماءهم ضمن لائحة، أبرزهم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني وأمين عدلي لاعب بايرن ليفركوزن الألماني.
وضمن المنتخب المغربي التأهل رسميا إلى نهائيات كأس إفريقيا بوصف صاحب المركز الثاني بست نقاط بجانب منتخب جنوب إفريقيا المتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب ليبيريا في المركز الثالث والأخير بنقطة واحدة في الوقت الذي استبعد فيه الاتحاد المغربي الاتحاد الإفريقي الكاف المنتخب زيمبابوي من المشاركة في التصفيات بسبب تدخل السلطة السياسية بالبلاد في شؤون الاتحاد الكروي المحلي. وين هو الاخر بغيت نهضر على كيسموه على كيسموه يا ربي عليك تاعنا على بوفالا على بوفالا لعاب كبير هذاك لعاب كبير والاصابه تاعو وقيلا غادي تبعدها 3 يعني يعني واه واه على بالك عنده 3 أشهر حسب الأخبار أخبر آخر أخبار عنده 3 موا والله لا 3 موا عنده 3 موا والله اللي عنده طلبه ما غادي ما يلعبهاش واو دي ماشي سهله صاحبي والله ما سهله والله ما سهله كاع عبالك في الله راني نشوف فيها دروك والله لا اكدوها قطريين اكدوها باللي اصابه اخويا والله لا اكدوها باللي اصابه مده 3 أشهر لعاب مليح هذا وهذه اول اصابه في الخليج بوفالا والله لا اول اصابه في الخليج على بالك او عمر وما تبليسيش ما كانش عنده اصابات بزاف في اوروبا من قائل سيخضع النجم أسود الأطلس لعدة فحوصات إضافية لتحديد خطة العلاج بمتابعة من جهاز التمثيل النادي كما توقع النادي القطري غياب بوفالا لمدة تصل إلى 3 أشهر وبات في حكم مؤكد أن غياب بوفالا عن قائمة الأسود الأطلس والتي سيعلن عنها الناخب الوطني وليد الركراكي يوم الخميس المقبل استعداد لمواجهة ليبيريا وبوركينا فاسو كما باتت مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا مقررة إقامتها في جانفي يعني مستبعدة ماشي سهلة خويا والله ما سهلة مسكين والله لا والله ما سهلة كاع على الله تنجي باش تعرف بالك بالك يكون من 3 أشهر سبتمبر ديسمبر يكون تنجي باش تعرف ماشي سهلة والله ما سهلة كاع إصابة شوية هي اللي والله على الله
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، وصعيد وخاطي.